Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. جوز الهند 3 كوب 250 جرام نوضع 2 كوب ماء ساخن، وإذا كان الخلاط هذا صغير ممكن ننقله لخلاط أكبر، ممكن نستخدم خلاط واحد كبير، هذا الخلاط كان صغير معي، وبنتركه حتى يبرد. هيك بعد ما برد نوضع صفار بيض 5 بحرارة الغرفة، نوضع قليل من الفانيلا، وبديل السكر ستيفيا أو أي نوع تحلية هو اختياري حسب نظامكم الغذائي. نوضع معلقة بيكنج بودر 10 جرام بيكنج بودر، قهوة سريعة الذوبان 5 جرام معلقة صغيرة، نوضع كاكاو خام 4 معالق كبيرة 50 جرام. نخلط المكونات مع بعض حتى تنسجم. نعمل 5 بياض البيض حرارة الغرفة حتى يتماسك جيد مثل هيك. هيك نوضع الخليط بالتدريج وبنقلب المزيج من الأسفل إلى الأعلى. هيك بنسكب الخليط في الوعاء ونوضعه بالفرن بالرف الأوسط على حرارة 180 درجة مئوية 20 دقيقة بياخد أو حسب نوع الفرن. هيك أصبح جاهز، نتركه حتى يبرد. كلاطة تبعت الغلاف، زبدة 100 جرام، زيد زبدة زائبة وليس بديل الزبدة، كاكاو خام 2 معلقة كبيرة، وفانيلا بدون سكر، وبنحرك جيد، وبديل السكر ستيفيا أو أي نوع تحلية حسب نظامكم الغذائي. بنحرك جيد. هذه شوكولاتة نستخدمها للغلاف. آخر شيء بنوضع لتر حليب اللوز أو كريمة أو حليب عادي حسب نظامكم الغذائي، كاكاو خام 3 معالق كبيرة، وبنحرك جيد، قليل من الملح، نوضع قهوة سريعة الذوبان معلقة كبيرة، تقليب باستمرار. بديل السكر ستيفيا، الكمية والنوع هو اختياري حسب انتم ذوقكم حسب تركيز بديل السكر. بنحرك جيد، نضيف زبدة زائبة 50 جرام يعني معلقتين طعام، وفانيلا بدون سكر قليل. عند الغليان نوضع 3 معالق كبيرة جيلاتين 50 جرام. جيلاتين فيه 3 أنواع، في نباتي، في حيواني، في من الأسماك، يجب أن يكون حلال حسب نظامكم الغذائي. استخدموا جيلاتين تقريبا مدة دقيقتين تقليب. نستخدم أي وعاء موجود عندنا، أنا حستخدم حتى كرتون، أي وعاء موجود عندنا حتى لو كان كرتون. بنقص إلى 3 أجزاء ونسكب الخليط، نوضع الطبقة الثانية ونسكب أيضا خليط، ممكن يكون خليط كتير ممكن نوضعه كاسات، الخليط الزيادة ممكن نوضعه كاسات. نوضع الطبقة الأخيرة ونوضع الشوكولاتة اللي عملناها الزبدة مع الكاكاو. لازم ندخلها الثلاجة أقل شيء 4 ساعات. بعد 4 ساعات ما دخلنا الثلاجة نقصها بالشكل اللي احنا بنحبه، ممكن مثلثات، ممكن مربعات، ممكن حتى المربع نعمله مثلثين. بعد ما نقصه مربعات ممكن يكون مربع نعمله مثلثين. كتير هي روعة، كتير هتنبسطوا عليها مثل ما انتم شايفين. ممكن احنا نزينها اي شيء حسب نظامكم الغذائي، حتى للأطفال ممكن نوضع فواكه، نوضع اي شيء حسب نظامكم الغذائي. في أمان الله، انتظرونا بوصفة جديدة. شكرا كتير لكم، اتمنى الاشتراك بالقناة، وإذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.